إذن بعد هذه اللمحة عن تاريخ الدولة العباسية، سننتقل للحديث عن النصر في العصر العباسي، وكما هو مسجل أمامكم لقد كان للانقلاب العباسي أثر عظيم في العقول والميول. بطبيعة الحال المقصود بالانقلاب العباسي هنا هو التحول الجذري في تاريخ المجتمع الإسلامي وما نتج عنه من تغير سياسي واجتماعي وفكري لازمه طوال هذا العصر. كما قلنا أن هذا الانقلاب كان له كذلك أثر على العقول والميول، فقد ظهر ذلك على أقلام الكتاب، فاستنبطوا عيون المعاني وتخيلوا شريف اللفظ، فلم تعد الكتابة مقصورة على الدواوين والرسائل، بل تعدتها إلى التصنيف والترجمة وكتابة المقامات والوصف والمناظرات والشكر والعتاب. بطريقة الحال نحن عرفنا سابقا في العصر الأموي أن الكتابة كانت تميل نوعا ما إلى الإيجاز، لكن لما زاد اختلاط العربي بالفرسي تأنقوا في كتاباتهم، فمالوا إلى الصجع وتضمين الأشعار والأمثال، ولما ضعفت الخلافة العباسية سار الضعف إلى الكتابة كذلك، فمال الكتاب إلى زخرف القول، وقد أكثروا من الصجع والمحسنات البديعية والصور البيانية، فكانت أساليبهم جميلة الظاهر مشوهة الباطن. ويمكن تقسيم النثر في العصر العباسي إلى نوعين، النثر التأليفي والنثر الأدبي. أما النثر التأليفي فهو الذي ظهر على يد عبد الحميد الكاتب وعبد الله ابن المقفع، وقد غلب عليه الحس التعليمي التوجيهي. أما النثر الأدبي الإبداعي، ونقصد به النثر الذي يعتمد على العاطفة والذوق الأدبي، وهو الذي يهمنا في هذه المحاضرة، وهو ينقسم بدوره إلى قسمين، قسم يقوم على المشافهة والخطاب المباشر كالخطابة، وقسم يقوم على التواصل غير المباشر كالكتابة. والكتابة بدورها تنقسم إلى أنواع، من بينها الرسائل والتوقيعات والمقامات وأدب الرحلة، وسنفرد كل قسم بحديث خاص.